هل كنت تعلمين أن عصير الجزر يمكن أن يكون حلاً رائعاً للأمهات الحوامل للحفاظ على توازنهن الغذائي أثناء هذه الفترة المهمة؟ هل تعلمين أن عصير الجزر ليس مجرد مشروب، بل هو كنز ثمين يحمل العديد من الفوائد لنمو الجنين داخل رحمك؟ هل فكرت يوماً في أن عصير الجزر يمنح بشرتك إشراقاً طبيعياً ونضارة مميزة وجمالاً لا يوصف؟ هل تعلمين أن الأمهات اللواتي يلدن أطفالاً وسيمين وجميلين كن يتناولن عصير الجزر خلال فترة حملهن؟ إذا كانت هذه الأسئلة قد أثارت فضولك، فأنت على وشك اكتشاف عالم مدهش من فوائد عصير الجزر للحامل وتأثيره الإيجابي على صحتك وصحة جنينك خلال هذه الفترة الرائعة. دعينا ننطلق في هذه الرحلة المثيرة ونستكشف كل ما يمكن أن يقدمه هذا العصير الطبيعي. هيا بنا لنبدأ. فوائد عصير الجزر للأم الحامل: يساعد على نمو الجنين بشكل صحي، حيث يحتوي الجزر على فيتامين A الذي يلعب دوراً مهماً في نمو الجنين، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. يحسن كذلك من صحة العينين، حيث يحتوي الجزر على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على صحة العينين. كما أنه يعزز الجهاز المناعي، حيث يحتوي الجزر على فيتامين C الذي يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، مما يحمي الأم من الإصابة بالأمراض. يساعد الجزر أيضاً على تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم. وأخيراً، يساعد على التقليل من الإمساك، حيث يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على التخلص من الإمساك، وهو مشكلة شائعة تعاني منها معظم النساء الحوامل. فوائد عصير الجزر للجنين: يساعد على نمو الدماغ، حيث يحتوي الجزر على فيتامين A الذي يلعب دوراً مهماً في نمو الدماغ. يحسن من الرؤية، حيث يحتوي الجزر على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على صحة الرؤية. كما أنه يساعد على بناء العظام والأسنان، حيث يحتوي على الكالسيوم، وهو الأمر الذي يساعد على بناء العظام والأسنان. وأخيراً، يساعد الجزر على الوقاية من الأمراض بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الأمراض. يمكن تحضير عصير الجزر بسهولة في المنزل. ما عليك سوى غسل 3 أو 4 جزرات جيداً وتقطيعها إلى شرائح، ثم وضعها في الخلاط مع كوب من الماء. اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة. يمكنك أيضاً إضافة بعض الفواكه أو الخضروات الأخرى إلى عصير الجزر، ولك أن تختاري بين التفاح أو البرتقال أو الموز أو الخيار. احرصي على شرب كوب من عصير الجزر يومياً أثناء الحمل، وأعدك أن تلدي طفلاً وسيماً وجميلاً.